اختراق السكن مال عمال بنغلاديش بالقرب من الطب العدلي في مستشفى الامام الحسين. شنو هاي مال بنغاليين خطيه شركه؟ والله كانت عايزه التمت. اي والله كانت عايزه حتى الميت ما سلم. زين خطيه مهمه هنا لو ما هم وهسه خب مخشي طلعوا يا الله مطلعينهم. اجت الاطفال اجت بس دير بالك خاطر قناني شي ذبع الخشب على التوابيب. لا عني لا اوثق بيه مو عني شي اوثق بيه فيديو خاف هذا شيء واحد يسوي خير. طب ماكو شي جوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في الحلقة مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن قناة الرافدين ستنتقل إن شاء الله إلى تردد جديد وهو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم على هذا التردد لمتابعتنا في كل جديدنا وطبعا الانتقال عليه من الآن. الموضوع اليوم سنتكلم عن ملف الكهرباء في العراق، أزمة الطاقة الكهربائية وغيابها عن المواطن العراقي، وكذلك نتكلم عن ملف الفساد باعتبار أن الكهرباء تندرج ضمن إطار الفساد المنتشر في العراق منذ الاحتلال ولغاية هذه اللحظة، وكيف أن قطاع الكهرباء خسر مليارات الدولارات كما تقول حكومات ما بعد الاحتلال، في حين المواطن العراقي لا ينعم بأي شيء من هذه الكهرباء. طبعا كل فصل صيف في العراق تحدث مظاهرات وغضب عراقي شعبي تجاه قضية غياب الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة لأرقام قياسية في بعض الأحيان تصل في العراق، وغياب الكهرباء التي بالطبع تخفف من المواطن أو من حرارة الجو على المواطن العراقي، لكن لا يوجد كهرباء في العراق. نتساءل عن الأسباب التي تدفع الحكومات إلى إنفاق هذه الأموال دون توفير كهرباء للمواطن العراقي. نتساءل عن الأسباب التي تقول بها لجنة الطاقة النيابية أن العراق أنفق ما يعادل 65 مليار دولار على قطاع الكهرباء دون تحقيق أي إنتاج للطاقة الكهربائية. كيف بالعراق أن يستخدم الطاقة أو يستفيد من الطاقة الكهربائية في حال وجود هذا الفساد المنتشر في مفاصل الدولة بشكل عام وداخل وزارة الكهرباء بشكل خاص؟ أين المحاسبة؟ أين الرقابة؟ أين الملاحقة القانونية لكل من استنفذ المال العام في صفقات فساد وسرقة المال العام بشكل عام دون أن يحاسب ودون أن يلاحق قانونيا من قبل أي من هذه الحكومات التي وردت على العراقيين بعد الاحتلال؟ طيب، في البداية نتابع مع حضراتكم اقتحام المتظاهرين في محافظة القادسية لمبنى دائرة الكهرباء، وذلك احتجاجا طبعا على تردي خدمة الطاقة الكهربائية، فلنشاهد. مطالبنا اول شيء هي طرف مدير الدائره هذا الفاسد، يعني بسبب هذا المدير لا كهرباء اكو، لا هاي مع العلم اكو طاقه هنا كمه طاقه كوريه الموجوده بين الكوريين جايه تصدر غير محافظات واحنا ما متنين بالكهرباء مالتنا. فمطلبنا الوحيد حدهم نطلع شاي الدائره، اذا ما قدم المدير استقالته راح نطلب له هنا نقعد بالدائره، تمنى لما يقدم استقالته الله يرحمه. هذا مطلبنا قالت المدير لا غير. مشاهدينا نبدا باستقبال الاتصالات، معنا السيد عطوان من بغداد، تفضل يا عطوان. الو، السلام عليكم استاذ محمد، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله، الحمد لله بخير، الله يسلمك. الله يحفظك، رحم الله وجهك استاذ محمد، انت منور على الشاشه، الله يحفظك. الله يسلمك، الله يسلمك. ويحيي قناه الرافدين الفضائيه، والله ينصركم ان شاء الله، انا عطوان من بغداد، الله يحفظك. حياك الله. اخبار رشا المدني،
عطوان رشن، عطوان رشن من بغداد، هو رعاية اجتماعية. الله يحفظكم وينصركم ان شاء الله ويحفظ القناة مالتكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. ويكفيكم شر ابن آدمي والله. الله يسلمك، رأيك بموضوع الكهرباء يا عطوان؟ نادم. يا ابي يا كهرباء انا رعاية ما عندي، كهرباء تيج، العراق راح ينتهي وان شاء الله بالحريج والغريج العراق. والله يحرق العراق ان شاء الله. وشاي محمد ليش يا عطوان ليش؟ انا ما اعدل، انا عندي 8 جهال واربع بنات وقاعد بالايجار وشلون ندبر العيشه هسه اربع اشهر مال كورونا وغير كورونا. الله يخليك انت سير بمكاني، يعني هاي حكومتي ايش؟ الله يعينك. حكومه فاشله. نعم استاذ محمد انت اخويا وانا اخوك والله. الله يسلمك. يعني كلنا اخوان، لا سني ولا شيعي ولا مسيحي ولا يهودي، احنا كلنا الله خالقنا بهالبلد. نعم. يعني مو حرام يا عطوان، مو حرام انه انت ما عندك راتب او جماعه رفحاء دا يشيلون سلاح على الدوله لان هم ما عاجبهم موضوع ان هم تنقطع رواتبهم او يسحبون منهم هالامتيازات؟ وين كانوا؟ انا وين كنت؟ بحرب ايران بالبحريه وبنص البحر وميت، هذول راح رفحاء غير رفحاء، وين كانوا؟ انا تاج العرب والله، شو صدام حسين تاج العرب؟ نعالهم صدام حسين نعالهم طيب العراق كله. انت اخويا وانا اخوك والله، انا ما عندي راتب وانت اخويا. الله يسلمك. زين ايش تنجب هاي تسوي؟ يعني البارحه خابرتكم ولفهم وانتم اذاعتكم حلوه والله. الله يسلمك. الله ان شاء الله ان شاء الله يا عطوان صوتك يوصل. انا اشكرك، انا اشكرك شكرا جزيلا، صوتك ان شاء الله يوصل. وهي جزء طبعا مشاهدينا الكرام من معاناه كبيره جدا يعيشها او تعيشها شريحه كبيره من العراقيين، من يعتمد على الرعايه الاجتماعيه وعلى راتب التقاعد وعلى رواتب بسيطه من وظائف بسيطه او حتى من عمل يومي، متضررون بشكل كبير بسبب الفساد وبسبب ايصال العراق الى حافه الافلاس التام. نشوف جماعة رفحاء يحاولون يقتحمون بغداد، يدخلون إلها، يشيلون السلاح، يقطعون الطرق، يحتجون على الكلام المتداول بقطع رواتبهم من قبل الحكومة، وهم يأخذون بالشهر لكل فرد من أفراد العائلة الواحدة 3 ملايين دينار عراقي، يعني بما يعادل بحدود 2400 دولار أو 2300 دولار أمريكي بالشهر الواحد لكل فرد من أفراد العائلة. طبعا يأخذون بكلام بما يعادل يعني 3 ملايين دينار عراقي لكل فرد كما قلنا، وطبعا أعدادهم كبيرة، ويأخذوها من أموال الدولة على حساب الناس البسطاء مثل السيد عطوان وغيره. وهي أيضا تدخل في تعتبر مدخل من مداخل الفساد في هذه الدولة وسرقة للمال العام بشكل صريح، لأنه يأخذون أموال بلا وجه حق بدون أي استحقاق. هم يسموها انه هي ضريبه مقاومتهم للنظام السابق، وغيرهم من العراقيين وكثير من العراقيين يرونها انها ليست في محلها، شيء غير شرعي غير منطقي. ناس هواي قاومت الاحتلال قابعه في السجون، ناس قاومت الظلم اتهمت بالارهاب وهي تقبع في السجون او تم اعدامها ميداني، ناس وقفت امام الايرانيين وامام المحتل عملوهم كارهابيين. على أي أساس أنت تأخذ استحقاق وغيرك من العراقيين اللي ضحى بدمه وأهله وماله وبيته ومدى يأخذ أي شيء من هاي الامتيازات؟ السيدة أم تبارك من صلاح الدين، تفضل يا أم تبارك. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا القناة العظيمة وعامليها. الله يسلمك، حياك الله. ينطونا الساعة واحدة بثمانية الصبح كهرباء تسعة ما يجيبوها لا سنتين بلي الكهرباء. ايش قد تبقى مقطوعة يا أم تبارك؟ يجيبوها بثمانية بس تسعة يقطعوها، لا سنتين يلا ينطون، ينطونها الساعة لا سنتين بس يقطعوها. نعم. يعني كهرباء ماكو بالمولدة ياخذ 15 على الأمبير. نعم. الشعب العراقي مظلوم. نعم. يعني ما كويس، يعني هاي الحكومة هاي الكاظمة الكاظمي جاي يسوي، جاي يعمل كاظمي، جانا الكاظمي وقطع حيدر العباد يشتوى عنها. نعم. احنا نازحين 2014 لحد هسه نازحين. ما بين نعم. السامحة وبين الدفع ما
ايش يقولون على الموصل؟ حرروا الموصل واخلوا اولاده واعتقلوهم. نعم. ترى ظلم شعب العراقي مظلوم. ترى ما ماكو. المساعدين على الكورونا اللي راح يصير فيهم، ايش راح يصير فيهم؟ حيطلعون لهم سجونات. نعم. خيسوون عفو عافه جناح كورونا. سيدة متبارك، أنا أشكرك وصوتك بدأ يقطع بالأخير. عموما شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. طبعا أيضا من ضمن أوجه الفساد في العراق هي موضوع إعادة إعمار المناطق المحافظات المنكوبة جراء العمليات العسكرية، اللي لغاية هذه اللحظة أهالي كثير من هذه المحافظات مشردين نازحين لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب الميليشيات. وطبعا الدولة، حكومات ما بعد الاحتلال بشكل عام، كل الحكومات اللي هي مشكلة من الاحتلال ولغاية اللحظة هي جزء من عملية سياسية واحدة، لم تقم بإعادة إعمار هذه المناطق وتركت هذه المناطق مدمرة. لما تتكلم سيدة أم تبارك عن أو ذكرت الموصل، الجانب الأيمن في مدينة الموصل جانب منهار تماما، لا يزال أنقاض، ولم تقم أي حكومة من حكومات ما بعد الاحتلال بإنفاق المال فعلا لبناء هذه المناطق وإعادة إعمارها وإعادة سكانها الأصليين إلى مناطقهم، أهالي هاي المدن اللي دمرت جراء العمليات العسكرية. محمود بن الموصل، تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي أنا عندي سؤال بسيط إذا ما في زحمة عليه. تفضل. عندنا هين موظفين مال الدائرة مال الكهرباء، يعني هذول الاخوات خلينا نقول. نعم. هذول اخويا صار لهم 5-6 أشهر ما ماخذين رواتب، ما عندهم ربع دينار، يعني الحكومه ما تسال عليهم، ما تقول هاي العقود شنو، من وين عاد تاكل، من وين عاد تطلع بهاي الظروف. نعم. احنا نطلب من الحكومه العراقيه نشوف عقود مال الكهرباء. يا اخويا صار لهم 5-6 أشهر ما ماخذين رواتبهم، يعني هذول شو تقول دائرة الكهرباء للموظف اللي صار له 5-6 أشهر ما ماخذ راتبه؟ شو تقول له؟ شنو السبب؟ والله اخوي ما حد ما يعرف، يقولون رواتبكم على الموازنه، عشان الموظفين كلهم ياخذون وهذول ضايلين على الموازنه. نعم. ما حد ما يعرف شنو السالفه. نعم. اي والله اخوي. طيب انت حضرتك تشتغل بدائرة الكهرباء يا محمود؟ لا، اكو واحد خوي الله وكيل. طيب. يعني صار له خمس اشهر ما ماخذ ربع دينار، ويعني لا شغله ولا عمل، انت تعرف. نعم. هو يعني شو اسمه بشغله وعمله. نعم. محمود انا حابب اعرف منك وضع الكهرباء، وضع الكهرباء على الاقل في مدينه الموصل، شنو وضع الكهرباء عندكم؟ والله اخويا يعني وضع زين وما زين، يعني مرات اكو ومرات ماكو. نعم. اي والله اخويا، فعاد نطلب من الحكومه العراقيه ان تصرف رواتبهم. طيب. انا اشكرك يا محمود من الموصل. ابو زينب من النجف، تفضل يا ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اعتقد بالنسبه هاي المساله المهزله هي نعم. بالحقيقه مو قضيه تكنيكيه وانما هي قضيه اعتباريه، يعني عمليه سياسيه مقصوده لاذلال الشعب العراقي. نعم. ماكو دوله بالعالم صار لها 17 سنه او بالاحرى صار لها 29 سنه من 91 لحد الان احنا بدون كهرباء. نعم. يعني حتى لو البلد ما بيها ولا محطه خلال 17 سنة ما قدرنا نبنون ولا محطة. نعم. هاي تقول جنابك اللي صرفوها 65 مليار دولار. نعم. ولحد اليوم ما حسنوا امبير واحد. تدري هسه احنا عندنا الانقطاع شنو حسب ما كان يصير بالشدة بالأزمة كل صيف. قطع ساعتين وأعطاه ساعتين. هسه إذا يعطونا ساعتين يقطعوها 4 ساعات. نعم. يعطينا ساعتين يقطعوها 6 ساعات. خبر يقول لك عندنا عطل، عندنا عطل، زين هذا العطل نعم. بعدين هذا النفط عفوا الغاز والغاز والغاز المحفز هذا ما يقدرون عليه، على الطاقه الشمسيه يا اخي، على الطاقه الهوائيه. نعم. حتى الدول المتخلفه مسويها، بس هم القضيه شنو؟ انت بدل ما تمد
خطوط عملاقه من والى ايران تجيب لنا الطاقه وتجيب لنا الغاز. نعم. والى السعوديه والى الاردن، وهاي تكلفك وقت وجهد واموال. نعم. مهدوره. انت بهذي عالج الغاز. ها؟ نعم. في انبوبه عالج واحد يسوي الى غاز سائل للطبخ والاخر. نعم. لتشغيل محطات كهربائيه جديده. هو؟ صحيح. ليش الغاز ما يصير له 70 80 سنه اللي يحترق بالهواء بلاش؟ نعم. هاي قطر عايشه سنويا على الغاز اكثر شيء. وارداتها بس من الغاز اكثر من 120 مليار دولار. واحنا 70 سنه صار لحد الان غازنا يحترق. والله شنو روح جيب من ايران. والله شنو روح جيب من السعوديه. زين هاي المسافات وجيب من الاردن. احنا اللي كنا نوزع للعالم حتى مجانا احنا ناخذ من عندهم. هذه عملية إذلال للمواطن. نعم. يعني طلع ذاك اليوم واحد يسمى مهندس أو عضو طاقة نيابية ما أعرف شنو. نعم. يعني في حيوان أصلا ما يعرف يتحدث. والله بدون تجاوز يا أبو زينب. لو سمحت بدون تجاوز. على كل لما سأل مقدم البرنامج قال له أنتم كل سنة تصرفون بين 20 و 30 مليار والنتيجة تعرف شو يكون جوابه؟ يقول لي الشعب العراقي جاي يزداد بالملاذات. شلون؟ زين ماكو وفيات مقابلها. ثانيا اذا انا اخلي سبلك في غرفه او اير كونديشن او مبرده. اي. اذا كان واحد واذا كان عشره. يعني دول ما راح يتبردون. نعم. فشوف انت اي سخط واصلين له واستسخاف بعقليه المواطن العراقي. نعم نعم. الحل الوحيد هو قلع هؤلاء من الوجود. طيب. واجراء اي تفضل. انتخابات مبكره. نعم. سيد أبو زينب أنا أشكرك، وضحت الفكرة أبو زينب من النجف. طبعا لما نباوع على قضية الكهرباء ونشوف أنه عضو لجنة الطاقة النيابية همام التميمي يقول أن الأموال التي أنفقت على وزارة الكهرباء بلغت 125 تريليون دينار عراقي، وأيضا لجنة الطاقة بشكل عام تتحدث عن 65 مليار دولار أمريكي أنفقت على قطاع الكهرباء. وزارة الكهرباء طبعا وهي أرقام يعني تقول أنها أنفقت بأكثر من 40 مليار دولار على قطاع الكهرباء. وين الكهرباء؟ هذا اللي تسمعوه. بالصيف تزداد حالات الانقطاع تصل إلى أكثر من 4 ساعات، وفي مناطق أخرى لأكثر من 6 ساعات، وفي مناطق أخرى أكثر. طيب مصر كمثال حي حقيقة عن الأموال، عن فساد أو حجم الفساد في العراق. يعني تابعوا معي هذا الخبر، وهو خبر ليس جديد حقيقة لكن للتذكير. يعني مصر تعاقدت ويا شركة سيمينز الألمانية لإنشاء 3 محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية عملاقة. المحطة الوحدة تنتج بما يعادل 4800 ميجاوات. الأرقام الإحصائية خاصة بما أنه الموضوع ده نتكلم بأرقام، فالمعنيين بهذا الموضوع والمختصين بهذا الموضوع يقولون أنه 4800 ميجاوات تكفي لاستفادة 15 مليون بني آدم من الطاقة الكهربائية. يعني بما يعادل أنه باعتبار مصر تعاقدت على إنشاء ثلاث محطات كبرى أو كبيرة، فمعدل الناس أو مجموع الناس هو 45 مليون بني آدم، مليون إنسان يستفيد من الطاقة الكهربائية. هذا الكلام معناه أنه حتى أكثر من عدد سكان العراق. كم تكلفة هذه المحطات العملاقة اللي تكفي 45 مليون شخص؟ هي 7 مليارات دولار فقط. يعني تكلفة المحطة الوحدة كانت 2 ملياري يورو، بما يعادل 7 أو أكثر من 7 مليارات دولار بشوية. طيب العراق أنفق 65 مليار دولار بالاعترافات الحكومية، أين الكهرباء؟ هاي المحطات اللي بدنا نتكلم عنها اللي هي تنتج 4800 ميجاوات تصل منها بعض الطاقة إلى أنه تصدر إلى الخارج، يعني يكون بها اكتفاء ذاتي، وكذلك مرحلة تصدير إلى الخارج للاستفادة من أموال الكهرباء. طيب العراق على هذه الأموال يستطيع إنشاء عدد كبير جدا من هذه المحطات، ونصل إلى مرحلة ليس فقط اكتفاء ذاتي بل حتى تغذية الدول المجاورة بالطاقة الكهربائية، يعني استفادة مالية بشكل ضخم جدا. شنو الأسباب اللي تمنع هاي الحكومات أو اللي منعت هاي الحكومات من تطبيق هكذا مشاريع والاستفادة، جعل المواطن يتمتع بالطاقة الكهربائية صيف وشتاء ويعم الخير على البلد والاستفادة لخزينة الدولة بشكل كبير جدا أيضا؟ ما الأسباب التي تمنع هؤلاء من الاستفادة؟ دعونا نشاهد وجها من أوجه الفساد أيضا مشاهدينا الكرام. هذا المقطع الذي ستشاهدونه الآن
لمنفذ حدودي في العراق، وانظروا إلى طريقة طلب الرشوة، وانظروا إلى طريقة الأتاوة التي تفرض على سائقي الشاحنات والسائقين بشكل عام. فلنشاهد. يا الله اخوان، هاي السيطرة هي تاخذ خاوة، شوفوها تاخذ خاوة من اللوريات من التريلات. حاولنا نصورهم نشوف شلون راح ياخذون من يمنا. ما بيها مجال اليوم تسهيل امر هكذا. هي ما ليش هذا الوصل احنا لابو عصرت لحق عليها ان شاء الله. عمي يا اخوان السيطرة، شوف هذا الوصل 5000 دينار، الهينو والكانتر والكية واللوري 15 والتريلة 25 والمايط حتى التايرات يرمونها، الله شاهد ورقيب وينحجز وتابع للأحزاب، لا حكومية ولا شيء، والتعليق لكم في مال الله. من أوجه الفساد اللي شفتوه غير تابع للحكومة طبعا، لأنه أيضا شفنا الملابس اللي لابسيها ملابس مدنية وهم بشكل أو بآخر هم عناصر ميليشيات لأكثر، يأخذون على كل سيارة تمر هذا المبلغ من المال. تقدر اللجنة المالية النيابية عدد الأموال التي تذهب إلى جيوب الأحزاب والميليشيات في العراق من المنافذ الحدودية ومن السيطرات إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويا. 10 مليارات دولار سنويا، هذه بحسب اللجنة المالية النيابية. طبعا هذه الأرقام مشاهدينا الكرام أرقام مخيفة، أرقام باستطاعتها أن تنهض بلدان مجاورة اقتصاديا، تنعش الاقتصاد بشكل عام. هذا جزء بسيط جدا من حجم الفساد الموجود بالمنافذ الحدودية وبالسيطرات. وطبعا السيطرات هي تباع وتشترى بين المسؤولين، بين الأحزاب وبين حتى القيادات الأمنية لحجم الاستفادة المادية العائدة من هذه السيطرات على القائمين عليها، اللي هم المفروض يأمنون البلد من الإرهابيين، من المتفجرات، من المشاكل. وشفنا طبعا وكانت الفضيحة الكبرى عند انفجار الكرادة الذي حدث سابقا، أنه كانت السيارة المفخخة عبرت من إحدى نقاط التفتيش، قدمت من محافظة ديالى وعبرت من إحدى نقاط التفتيش، وطبعا يا مكثر نقاط التفتيش في بغداد وفي العراق بشكل عام. هذا جزء أيضا من حجم الفساد الموجود في العراق، وكيف هي الأموال، كيف تجمع هذه الأموال بالنسبة للميليشيات وللأحزاب. أبو ياسر من الموصل، تفضل يا أبو ياسر. هادو؟ تفضل حياك الله. شلونك عيني؟ الله يسلمك. بارك أمورك. الله يبارك فيك، الحمد لله. عندي أبويا معتقل. نعم. منطب داعش أخذوا لحد الآن ما نعرف وش عنه. طيب. ما خلينا مكان، ما دورنا يعني عليه، ما جا يعني نلقى نتيجة. نعم. لأن هاي الحكومة اللي منطب باوع الموصل وقت التحرير يعني لقوا مساجين، ليش ما يهدونهم؟ نعم. يعني علاش ما يضل، علاش يضل مكلبين بيهم؟ نعم. اللي ميت يعلنون ويقولون هذا ميت، يا ابو ماكو العالم يعني تروح تسوي له فاتحه، والطيب يروح اهله. نعم. يلتقون ب يعني يعني ما يصير يا اخوي، والله ما يصير شيء، دمروا العالم. نعم. والله ما حاله يا اخوي، يعني بالموصل يعني فد مره اكو يعني متضررين فد مره. نعم. يعني على الاقل شويه يساعدون هاي العالم هاي اللي نعم يا ابو ياسر. الله يكون بعونكم طبعا اولا واخيرا على هاي المأساة حقيقه اللي انتم عايشيها، وانا اشكرك للمشاركه. وطبعا يا اخويا بس والله ما يصير يا اخويا، يعني احنا عائلتين يعني عائلتين الله شاهد يعني امينا. نعم. الله يكون بعونكم يعني يا ابو ياسر، انا اشكرك. طيب تفضل.
وعملت انا اشتغل يعني تقول يعني شلون؟ يعني هسه احنا ما عندنا يعني تقول يعني شيء نشتغل شيء يا اخويا يعني نعم. تقول نعم. يعني نعيش العائله احنا عائلتين يا اخويا نعم. ان شاء الله صوتك يوصل يا ابو ياسر يعني انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه، ان شاء الله صوتك يوصل وهي المعاناه تصل الى من يهمه الامر للتدخل لانقاذ هاي العوائل اللي حقيقة فتك بها الفقر والجوع والحاجة وبسبب مناطق مدمرة لا عمل ولا فرصة عمل. الرواتب والأموال المهدورة واللي الناس اللي مثل السيد أبو ياسر وغيره اللي ما عندهم أي دخل وحقيقة هم أيضا داخلين ضمن خطوط الفقر الموجودة في العراق اللي بحسب وزارة التخطيط تقول العراق وصل إلى أكثر من 31% من عدد الفقراء من سكان العراق بشكل عام. جمال كوجر وهو عضو اللجنة المالية النيابية قال بأنه الفضائيين ومزدوجي الرواتب يكلفون خزينة الدولة ملياري دولار شهريا ما يضطرها إلى تأمين 5.5 مليار دولار شهريا للرواتب فقط. ملياري دولار للفضائيين ولمزدوجي الرواتب، وطبعا مزدوجي الرواتب في بعض الأحيان تصل عند بعض الأشخاص في موظفي الدولة إلى أكثر من 10 رواتب، وهناك أكثر حقيقة في مؤسسات الدولة من الفضائيين من يأخذون الأموال دون وجه حق وبلا أي وظيفة، هو مجرد اسم مدرج في أي مؤسسة باعتبار أنه ينتمي إلى حزب معين إلى ميليشيا معينة ويأخذ هذه الأموال والرواتب وهو يعتبر شخص غير عامل في هذه المؤسسة أو هذه الجهة الحكومية. السيدة أم أحمد من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحيي قناة الرافدين الوطنية الأصيل. الله يسلمك، الحمد لله. تفضلي. طرحت اليوم بالبرنامج عدة مواضيع، أولها الكهرباء، قطاع الكهرباء. نعم. أستاذ محمد، قطاع الكهرباء لن ينصلح ولن يصلح ولن ينتظم. نعم. شرد نستخدم مفردات إيجابية بهذا الموجب. السبب لأن الكهرباء هي عصب الحياة. طيب. والحكومة أو العصابة الحاكمة دائما شيء أسميهم. طيب. بعيدة كل البعد عن توفير حياة كريمة آمنة للشعب العراقي. نعم. فهذا الجانب يبقى مهمل للعراقيين لكن منتج ومثمر لهم والإيران. ومنه بعد أي دولة أو أي جهة مستفادة من هذا الخراب. عصب الحياة الكهرباء. نعم. الماء ما موجود بالعراق لأنه ما لا توجد كهرباء. الزراعة معدومة، صار عندنا التصحر 100%. نعم. بلاد الرافدين أرض السواد ماكو. نعم. زراعة، التصحر 100%. نعم. صناعة تحتاج إلى كهرباء. صحيح. كل الخدمات وشيء مرتبط بشيء كله يعتمد على الكهرباء، فهذا الجانب العراقيين. نعم. لا يطالبون به بعد انه يردون تصليح، وايران هالشهر تدي المستحقات الباقيه اللي. نعم. اخذتها. نعم. على انه راح تزودنا بالكهرباء، هاي معلومه. نعم. وبجانب رفحه طالعين متظاهرين يردون رواتبهم انهم مناضلين، هم شنو نضالهم؟ نصبوا مشانق بالامام الحسن عليه السلام والامام العباس والامام علي وشنقوا بيها الناس، هاي نضالهم؟ خانوا الوطن واتفقوا ويا الاعداء ايران او غيرها، هذا نضالهم؟ ثم المناضل ما يريد اموال مكافئه على نضاله، صار مرتزق. نعم. صار مجرم. وبعد عندنا هاي الاخوان اللي يتصلون ومشاكلهم والمناطق الغربيه اللي يغيبوهم ويعتقلوهم ويقمعوهم واللي بالنازحين، ونرجع الى محصله وحيده، يا شعب يا عراقي اطلع ضدهم، المن تنتظر؟ ما عندنا حل سوى الخلاص منهم يا استاذ محمد. نعم. نتكلم من ألمنا لكن لازم نتحرك احنا، واحنا نحرر بلدنا ونرجع الكهرباء ونرجع الصناعه ونرجع العراق العظيم مثل ما كان. نعم. ودول اللي يتصلون اللي يهاجمون قنواتكم هو. نعم. هذا اسلوب الضعيف، من يتحاصر ويلوضع بزاويه ويبين زيفه وضعفه ودناءته. هاي الاصوات غير مهمه يا سيده ام احمد، يعني بالنهايه
هو يعبر عن ما في داخله وكذلك هي شخصيته، وهو لا يمثل أحد سوى نفسه حقيقة. أنا أشكرك يا سيدة أم أحمد من بغداد، شكرا جزيلا للمشاركة. معنا السيد أبو مريم من بغداد، تفضل يا أبو مريم. أبو مريم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أبو مريم. وياك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو مريم. إحنا العراقيين ما لا خدمات ولا كهرباء ولا شيء، لأن الحكومة هي مطاعية. وياك. نعم. أنا حكومتنا حكومة إيرانية، عراقيين نطلب عندهم. سيد أبو مريم، إذا تسمح لي سيد أبو مريم، أنا مدى أسمعك بشكل واضح، أرجو منك تعاود الاتصال مرة أخرى، وإذا تقدر تغير المكان، لأنه حقيقة مدى أفهم عليك شو تقول. أنا أشكرك شكرا جزيلا، وعاود الاتصال مرة أخرى يا سيد أبو مريم من بغداد. طيب الآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، يبقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. ثوار ساحة الحبوبي أجلبوا الأكسجين من كربلاء المقدسة إلى مستشفى الحسين التعليمي اليوم بعد هذه الأزمة كورونا. هؤلاء الشباب الأبطال الثائرين إن شاء الله، أبشر ثوارك جابوا هذا من العباس، الأكسجين جابوه من كربلاء المقدسة. هذا السراء، هاي الأبطال. قوات الأمنية بالتعاون وياهم بالنظام. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، هذا المقطع اللي شفتوه حقيقة هو شيء طبيعي جدا من ثوار تشرين، أنه هذه التصرفات وهذه التحركات في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من النظام الصحي المنهار في العراق، ودور الشباب حقيقة شباب العراق بشكل عام في دعم المرضى، في دعم المصابين بفيروس كورونا، في محاولة فعل ما باستطاعتهم لتأمين المستلزمات الكفيلة بإنقاذ حياة ما يمكن إنقاذه حقيقة من المرضى والمصابين. أزمة أنابيب الأكسجين هي كارثة جديدة أيضا في العراق بسبب فساد القطاع الصحي وانهيار المؤسسة الصحية بشكل عام، رغم حديث وزارة الصحة عن إنفاقها أكثر من أيضا 40 مليار دولار على القطاع الصحي، لكن بلا أنابيب أكسجين، وهي تعتبر من أبجديات المؤسسات الصحية في أي مكان في العالم، أنابيب الأكسجين. طيب السيد ناصر من بغداد يتفضل، حياك الله ناصر. سيد ناصر، استاذ احنا بالنسبه لخصوص الكهرباء، نعم تفضل. خصوص الكهرباء، نعم الكهرباء ما تتصلح، الكهرباء ما تتصلح. ليش؟ لان السياسيين العراقيين مستفادين من هاي الحاله. استاذ شلون مستفادين؟ مستفادين ماديا. ها شلون مستفادين؟ لان قطع الكهرباء شو السبب؟ قطع المعامل، تعطيل المعامل. طيب. يستفادون منين؟ من الاستيراد، يقطعون الكهرباء على من؟ على المزارع، حتى انه يزيد الاستيراد، فهم يردون يقتلون الصناعه والزراعه. الكهرباء هي مو اناره محمد، مو اناره، مو بس اناره وهواء، لا تدمر العراق اقتصاديا، يدمرون المصانع والمزارع. تمام. فالسياسيين غايتهم اول شيء اذلال المجتمع العراقي، اذلاله. طيب. لما يطلع المواطن العراقي انه يهفي على وجهه ومسح وجهه بدجاجته او قميصه، هذا نوع من الاهانه. طيب انا سؤالي يا سيد ناصر،
السياسيين او الحكومات اللي جت وراء الاحتلال دمرت مؤسسة الكهرباء في سبيل الاستيراد، وهذا الشيء معروف للجميع انه هي الاستفادة تصير لإيران. ايران الان العراق يعتمد على ايران اعتماد كلي. انا سؤالي طيب، هم دي يعتمدون نعم هم دي يعتمدون على ايران، وانتم دا تدفعون ليش هاي الكهرباء اللي هي المفروض دا تجي من ايران مدى تتغذى بها المحطات في العراق ومدى يستمتع بها او يحصل عليها المواطن العراقي؟ ليش المواطن العراقي فقط يدفع المال؟ طيب يدفع مال. اثنين استاذ محمد اذا اسمح لي، العراق مدى يبني السدود؟ نعم سدود مدى يبني، مدى يخلوا، لان السدود تولد طاقه كهربائيه، تعرف الطاقه الكهربائيه نعم مهمه كل دول العالم، اول شيء تكون نظيفه بعدين تكون، فاحنا السدود ما نبني بسبب الكهرباء ما يخلوها. فهي مو قضيه انه كهرباء، الناس عبالهم ضوء وهواء، لا والله. نعم سياسيه 100%، وانا اتوقع انه السياسيين الحاليين يدمرون العراق عن طريق الكهرباء. شلون قلب الانسان؟ احيانا الانسان من انصاب قلقه لا سمح الله، نعم ينصاب ايده برجله يطيب، لكن من ينصاب قلبه انتهى. فهي الكهرباء قلب الحياه بالصناعه وبالزراعه. المشكله يا سيد ناصر، وحتى نكون صريحين بصراحه، كل سنه تصير تظاهرات بالصيف على مشكله الكهرباء. الى ان وصلنا بصراحه ايضا نقولها، الى ان وصلنا الى ثوره تشرين الحقيقيه اللي كانت شامله لكل المشاكل بالعراق، وكانت تطالب باسقاط النظام وازاحه هاي الاحزاب والميليشيات من الحكم والاتيان بوطنيين. احنا ليش نظل دائما نقول المشكله هي مشكله كهرباء او مشكله وظائف او مشكله كذا؟ لماذا لا يستمر الضغط لاسقاط هذا النظام؟ لانه بالنهايه مهما تكلمنا ما راح نوصل الى نتيجه نقتنع بها انه ليش الكهرباء ماكو بالعراق بعد مرور 17 سنه وبعد انفاق اكثر من 65 مليار دولار. يعني كلام غير منطقي حقيقه انه احنا نظل نناقش بهذا الموضوع ونعوف الجوهر الاساس اللي هي اساس القضيه، الاحزاب اللي دا تحكم والميليشيات اللي دا تحكم بالعراق من 2003 ولغايه اليوم. نعم استاذ، ما هو النظام، نعم النظام هو رابطتين بحبلين، حبل ايراني وحبل الامريكي. فمن الصعوبه تهز النظام تبطب حبلين، حبل الامريكي وحبل الايراني، هذه معلومه للشارع العراقي. طيب والمواطن من يتظاهر من جوره، لان حاله الامل صار عندها بها ياس، حاله الامل عند المواطن انصاب بالياس. فكثره المظاهرات صحيح، احنا المظاهرات هي مثل شلون واحد يهز نخله ويوقعها، لكن احنا نريدها مدعومه منين؟ من قبل ناس متنفذين عندهم جاه وعندهم سلطه، والا اذا يكون بس هاي المواطنين خطيه. انا مشارك فيها استاذ محمد، مشارك فيها. نعم يراد لها قوه سيد ناصر، قوتها بناسها، قوتها بالمتظاهرين، قوتها بالشباب. ما يحتاج سيد ناصر، بس اسمح لي، لما الناس تطلع تقول احنا مرجعيه نفسنا، احنا القيادات، الشعب كله هو قياده هاي الثوره، هذا كلام ورد على كل من يحاول ان يدخل ضمن هاي الثوره ويقول يا ترى انتم تحتاجون قياده، انا القياده. لا، ما يحتاجون هم قياده. الموضوع لا يحتاج الى قياده، لانه الشعب عندما يخرج ما نحتاج ان احنا نقول من يمثل، لا، شعب طلع وثار ضد هاي الاحزاب. لكن الفكره بالاستمراريه يا سيد ناصر، المواطن العراقي من يطلع يتظاهر يريد يوصل صوته، هذا الصوت لازم يكون مدعوم من قبل اشخاص متنفذين. استاذ محمد، ترى الامور مو هينه يعني، خصوصا انا هسه بغداد يراد لك دعم مالي، يراد لك دعم لوجستي حتى يثبتك، لان هسه الدنيا حاره. انا شفت تحت التحرير خطيه، بالله العظيم ابشر، بالله طيب. العظيم حاره تقتل خطيه، هاي الشباب الحلوه الزاهيه واقفه في سبيل تغير النظام، وانا ايدك تغير النظام، لان هو النظام مرتبط هو لو ما مرتبط قد يجوز نستفاد من عنده. سيد ناصر، انا اشكرك، وضحت الفكرة، أشكرك يا سيد ناصر من بغداد. السيدة أم عبد الله من بغداد أيضا، تفضلي. أهلا وسهلا. أستاذ حضرت الأخ اللي يقول أنه كل واحد إلى حظ الخاص أمريكا وإيران، ترى لا، اثنيناتهم مربوطين سوا. نعم.
استاذ الحادثه اللي صارت على اهل الصارميه، يعني اللي صار الهجوم على اهل الصارميه، كل هدفهم هو قتل اهل الصارميه. عفوا رئيس توقفوا المولدات طيب بامر حكومي، مولدات ماكو فيها. انا البارحه اتصلوا بي من اهل الصارميه يقول لك ما عندنا هواء، ما عندنا كهرباء، الاطفال دا يموتون، الشياب كلهم شايفوا ايده امراض. يقول اجى ليس الدليني، ما اعرف هذا منه ليس الدليني، ما ادري بالبرلمان، يقول يعني شغلها من طلع ركب السياره توقفت كل المولدات. استاذ انه انا اهيب للشعب العراقي انه ترى يريدون اجهزه اكسجين، وانا اعرف اكو ناس خيرين اشتروا اجهزه لل يعني بيوزعوها للاجر. زين استاذ احنا ترى تحت مؤامره دوليه، دوليه هي القضاء على المجتمع العربي والاسلامي. شكرا جزيلا لكم عبد الله، وضحت الفكره. انا اشكرك، الوقت شارف على الانتهاء. ام شاهر من صلاح الدين، ام شاهر حياك الله بدقيقه اذا سمحت. نعم تفضل. تفضل يا ام شاهر. والله على الولد اخذوهم بالسيطره مال سدوز، وما نعرف وين وين، صار سنتين ونص. منو اللي اخذهم؟ اريد لو نسمع عليهم خبر. والله السيطره اخذتهم. يعني السيطره حكوميه لو ميليشيات يا ام شاهر؟ والله السيطره مع حكوميه، شنو هاي السيطره يانا مال الدول، مدخل الدول. شنو السبب ليش اخذوهم؟ والله راح طالعين منا، والله رايحين داينا الصبح، ابن راح للدوز ورجع والنوب راح، يعني ما عنده هيك عامل يشتغل. نعم هو وابن عمه اخذوهم جميع. نعم نعم. ما تعرفون وين؟ والله صار سنتين حتى لو، والله لو بس نريد ننزلهم وين ما وين ما ننزلهم. نعم الله يكون بعونكم يا ام شاهر. نعم الله يكون بعونكم، تسمعون خبر طيب ان شاء الله عنهم بالقريب. انا اشكرك يا ام شاهر. فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام نقرا الرسائل الوارده سريعا. لدينا كثير الحقيقه من الرسائل، نقرا باختصار. حيدر كريم من ذي قار يقول تحيه حب واحترام للرافدين العزيزه، نورت استاذ محمد مشتاقين، شكرا جزيلا يا حيدر. بنين من الأنبار تقول تحياتي لكم والقناة الرافدين الموقرة، نطالب بالعفو العام عن المعتقلين والعفو العام مطلب جماهيري. رسالة من ابن الرافدين تقول أنتم القناة المفضلة لدي، شكرا يا ابن الرافدين. رسالة أيضا من سيدة فاتن من ألمانيا تقول مساء الخير قناة الرافدين العظيمة أستاذ محمد، هذا من ذيول إيران، هذا ما متربي، خلي تقصد على هذا اللي اسمه أبو أيوب اللي تجاوز، هو لا يمثل سوى نفسه يا سيدة فاتن، شكرا جزيلا. مصطفى من أبو غريب يقول أخويا معتقل صار أكثر من 10 سنوات، نطالب بالعفو العام. في رسالة تقول أنا نازحة من ديالة لكركوك وزوجي شهيد قتلوه بسبب مخبر سري، وعندي 6 أولاد منهم 2 قاصرين، وعندي راتب أرامل كل طفل إلى 50,000، بعد أيام يكمل 18 سنة قطعه 50,000 وهو طالب ليش رفحاء 3 ملايين كل شهر، واليتيم تقطعون راتبه؟ هذا السؤال مهم جدا انه نفهم ليش. في رسالة يقول السلام عليكم اخي، هذا اخي لا تدير بالك، لا تدير لبال هذا اللي يسبك، هذول همج كذا. طيب شكرا جزيلا لك انس، ام انس من الانبار شكرا جزيلا لك. يقول احد المشاركين السيد ابو زكريا عفوا من كركوك يقول بالله عليك ابني محمد، انا خدمت الجيش العراقي 42 سنه وقطعوا راتبي لان حاربت الفرس المجوس. طيب اسلام من الموصل يقول أطالب بالعفو العام للسجناء. رسالة تقول من أبو حاتم من الموصل يقول بسنة 92 عندما تم تدمير الكهرباء في العراق عادت الكهرباء إلى العراق بكامل طاقتها خلال 3 أشهر، وأنا على دراية عندما كان النظام
كان هناك شعور بالمسؤولية يعني تجاه القضية قضية الكهرباء. رسالة لدينا: السلام عليكم، نطالب بالعفو العام وتبييض السجون، الله أكبر، أبنائنا جاي تموت في السجون والحكومة نايمة. في رسالة أخرى: أختكم من صلاح الدين تقول إذا ممكن نعرف هل صحيح جاي عفو 5000 سجين من التاجي أختكم؟ غير حتى هذه اللحظة هذا خبر غير دقيق، لم يتم إطلاق هكذا عدد من السجناء. طيب أخي الكريم، عندنا مناشدة ممكن تجاوبون على التليفون؟ أي يعني أنت الأخ اللي يحاول يتصل على الواتساب، نكرر مشاهدينا الكرام، الواتساب لا يعمل للاتصال، هو فقط لاستقبال الرسائل المكتوبة. كان هناك فرصة للمشاركة بالبرنامج. عموما يوم غد بإذن الله تقدر تشارك بالاتصال عبر أرقامنا وتعطينا ما ترغب به، أو إذا ما تريد تخابر اكتب المناشدة رسالة. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أن قناة الرافدين ستنتقل إن شاء الله إلى تردد جديد وهو 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات، كما ظاهر أسفل كما ظاهر أمامكم على الشاشة، 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.